السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني سررنا بلقاء هذه الوجوه الطيبة، هذه المدرسة طيبة من مدارس جمعية علماء المسلمين، رحم الله من أنشأها وسعى في بث العلم ورفع الجهل عن هذه الأمة، وارتقى بها في درجات العلم والعلماء. موضوعنا يعني موضوعنا لهذا الدرس هو محاسن الإسلام. فكما تعلمون أن الإسلام هو دين الحق، دين الله عز وجل، دين رب العالمين. ومن بين الطرق ولا بين الأدلة التي يعرف بها الدين الحق من الأديان الباطلة والأديان المحرفة، هذا المحاسن، يعني الجماليات، الأمور الجميلة، الأمور الحسنة الموجودة في الإسلام. كلما ازداد المسلم قراءة وتعلما وبحثا في هذا الدين، كلما ازداد اطلاعه على هذه المحاسن. فهناك من لم يقرأ في الإسلام شيئا لا يعرف محاسن، تسأله ما الذي أعجبك في الإسلام، لا يمكن، لا يعرف الجواب، لأنه لم يقرأ، لم يدرس. وكل ما درس الطالب ولا المسلم ولا التلميذ ولا الباحث، كل ما درس هذا الدين أكثر، كل ما درس القرآن أكثر، تفسير القرآن مثلا، شروح الحديث أكثر، اطلع أكثر على محاسن هذا الدين. وكذلك في مقارنتها مع الأديان الأخرى. فمن أهم الأمور التي تثمر في معرفة محاسن الإسلام، يعني أهمية دراسة محاسن الإسلام، أين ما هي أهمية دراسة محاسن الإسلام؟ عندنا ثلاث جوانب. الجانب الأول هو الجانب الإيماني. كلما تعرفت على هذه المحاسن، كلما قوي إيمانك ويظهر لك قيمة هذا الدين وعظمته وجماله، فيقوي إيمانك. الجانب الثاني، هذا الأول، جانب الإيماني، معرفة هذه المحاسن تقوي الإيمان. الجانب الثاني والجانب الدعوي، عفوا، الجانب الوقائي. وعليكم السلام. الله، كل ما عرفت هذه المحاسن، كلما وقيت شر الشبهات هذه التي يطلقها أعداء الإسلام ضد الإسلام. أعداء الإسلام يحاولون تشويه صورة الإسلام. أنت لما تدرس الإسلام جيدا وتطالع على هذه المحاسن، تكون في حرز ووقاية من هذه الشبهات. تعرف الإسلام. وفي الحديث يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. فهؤلاء يعني الصحابة رضوان الله عليهم، لما عاشوا في الجاهلية ثم عرفوا الإسلام، ذاقوا طعم الإيمان، يعرف ما هو الإسلام، وعاش الجاهلية الجهلاء. وقال يعني المثل في المثل: والضد يظهر حسنه الضد، وبالأضداد أو بالضد تتضح الأشياء. فهو عاش في الجاهل ثم رأى الإسلام، فهم الإسلام جيدا، لأنه عاش ناقض الإسلام اللي هي الجاهلية. وكذلك نجد الكثير ممن يدخل في الإسلام من علماء الغرب، أوروبا وأمريكا وغيرها، يدرس الإسلام، يبحث، يقرأ القرآن جميعا، يقرأ الأحاديث، البخاري مثلا، صحيح البخاري يقرأه كله، صحيح مسلم بتمعن،
ويطلع على تفسير الغريب وتفسير الحديث وشرح شرح الحديث. أعداء الله عز وجل لا يريدون منك هذا، يريد منك يقول لك آية واحدة ولا نصف آية، شوف إيش كان في الإسلام، شوف إيش كان في القرآن، نصف آية آية. أنا أريد أن أقرأ القرآن كله من الفاتحة إلى سورة الناس، أريد أن أعرف التفسير، تفسير القرآن جميعا، وكي تكون عندي نظرة عامة، نظرة كاملة على القرآن ونظرة كاملة على السنة إلى غير ذلك. فالأهمية الثانية لدراسة محاسن الإسلام وهذا الجانب الوقائي، تقيك شر هذه الشبهات التي تطعن في الإسلام. الجانب الثالث هو الجانب الدعوي، وهو من أهم الأساليب في الدعوة إلى الله، دعوة غير المسلمين، أن توقفه وتبين له محاسن هذا الدين. قال لماذا أنا أترك النصرانية وأدخل في الإسلام؟ ماذا يوجد عندكم في الإسلام؟ تقول له 1، 2، 3، 4، 5، 10، 20، 100، 200، هذه كلها موجودة في الإسلام، ويستحيل أن تكون هذه المحاسن موجودة جميعا في دين آخر، غير ممكن. لماذا؟ لأن هذا الدين الحق وغيره أديان باطلة، والحق والباطل لا يجتمعان ولا يتفقان. وهذه المحاسن هذه ألف فيها الكثير من العلماء كتبا في القديم والحديث، من أشهر الكتب الحديثة هذه كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، كتاب سماه الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، هذا كتاب مفيد كذلك، فيه تقريبا 50 صفحة، يمكن أن تقرأه أن تدرسه، الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وهناك كذلك من ألف فيه، يعني من الذين اعتنوا بالمقاصد، مقاصد الجزئية للشريعة الإسلامية، المقصد من الصلاة، المقصد من الزكاة، المقصد من كذا، هذه يسمى المقاصد الجزئية، فهذه العبادة ولا في هذه المسألة وفي هذه الآية ما هو المقصد فيها. فألفوا كتبا، منها كتاب ولي الله الدهلوي حجة الله البالغة، اسمه حجة الله البالغة، كذلك تكلم على هذه المسائل. وهناك كذلك من ألف الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام. الإمام القرطبي كان في قرطبة في إسبانيا، يعني في الأندلس، فألف كتابا يرد فيه على النصارى، وضمنه في ضمن الكتاب بيان محاسن الإسلام. فبعد أن أبطل عقيدة النصارى التثليث وبنوة عيسى عليه السلام والخلاص والفداء إلى غير ذلك، هذه كلها باطلة عقلا ونقلا، بين لهم محاسن جملة كبيرة من محاسن الإسلام. وحنا نبدأ إن شاء الله درسنا بمثال طبيقي واقعي انتهجه الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لما كان في الحبشة. كما تعلمون الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا في مكة وضيق كفار قريش عليهم وعذبوهم وآذوهم لأنهم قالوا لا إله إلا الله فقط، هذا السبب، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أصحاب الأخدود قبل الصحابة، لماذا أحرقوهم في الأخدود؟ قال الله عز وجل وما نقاموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فقط، هذا الذي عابوا عليهم، لماذا تقولون لا إله إلا الله؟ إذن سنعذبكم ونحرقكم، وحرقوهم وعذبوهم. في الصحابة كذلك لأنهم قالوا لا إله إلا الله. وفي الآية أجعل الآلهة إلها واحدا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبعد أن اشتد أذى قريش الصحابة رضي الله عنهم، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، ومعروف القصة، يعني القصة معروفة. فالشاهد لما سأل النجاشي الصحابة عن هذا الإسلام، يعني ما هو هذا الدين الذي اتبعتموه، يعني كفار قريش لما رأوا الصحابة فروا إلى الحبشة، تقريبا 80 فروا إلى الحبشة، فروا بدينهم من تعذيب والتنكيل، فأرادوا أن يسترجعوهم
فأرسلوا عمرو بن العاص ورجلا آخر إلى النجاشي كي يعطي لهم كي يسلم لهم هؤلاء الصحابة. فقال لابد أن أسمع منهم. فقالوا هذو اتبعوا خرجوا عن ديننا اللي هو الشرك ولم يدخلوا في النصرانية اللي هو دين النجاشي فردهم إلينا، لا تتركهم عندك لأنهم لم يتبعوا دينك وردهم إلينا لأنهم خرجوا من ديننا. فقال النجاشي وكان حاكما عادلا قال لا بد أن أسمع منهم، أنا لا يمكنني أن أفصل في قضية دون أن أسمع من الطرفين. فقال ما هذا الدين الذي تبعتموه تركتم فيه دين آبائكم؟ فاتفق الصحابة رضي الله عنهم أن يقدموا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال يعني ما هو الإسلام الآن؟ نحن أمام صحابي رضي الله عنه من خيرة الصحابة مبشر بالجنة سيعرف الإسلام لملك النصارى، هذا الذي عاش الجاهلية وعاش الإسلام وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام، شوف الجاهلية، ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، هذه هي الجاهلية، نعبد الأصنام نأكل الميتة ونأتي الفواحش نقطع الأرحام نسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك مدة حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. الأنبياء هم خير البشر ولهم أفضل أحسن الأخلاق، لكن الخلقان البارزان في النبي والصدق والأمانة، والنبي يعني يتخلق بأفضل الأخلاق الحسنة، لكن لما كان مبلغا عن الله، هذا المبلغ عن الله أفضل خلق فيه أن يكون صادقا بعيدا عن الكذب وأمينا في أداء الرسالة بعيدا عن الخيانة، وهذه ذكرها جعفر رضي الله عنه، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فماذا فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمرنا بماذا؟ لماذا أمركم هذا النبي؟ بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. ونهانا عن ماذا نهاكم هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال راوي الحديث أمنا أم سلمة رضي الله عنها هي راوية الحديث، فعدد عليه أمور الإسلام، يعني الإسلام لم ينتهي بعد، ما زال أمور كثيرة، لكن هذه من أهم أمور الإسلام، فعدد عليه أمور الإسلام. حديث رواه أحمد 1740 رقم 1740 ورواه غيره على كل حال. فبالنظر إلى هذا الحديث يمكننا تقسيم محاسن الإسلام ولا محاسن الدين الإسلامي إلى ثلاث أقسام. القسم الأول محاسن العقيدة الإسلامية، لأنه في حديث جعفر تكلم على بعض الأمور العقدية. والقسم الثاني محاسن الشريعة، هي العبادات والمعاملات ولا الفقه إن شئتم. والقسم الثالث محاسن الأخلاق. نحن إن شاء الله نتابع هذا التقسيم للتقريب فقط. فمحاسن العقيدة الإسلامية ظاهرة وجلية، الإسلام العقيدة في الإسلام ولا الإيمان في الإسلام شيء جميل جدا. من بين الأمور الجميلة في العقيدة الإسلامية التوحيد، أن تعبد الله وحده لا شريك له،
من أقبح الأمور الشرك بالله. وآية التوحيد كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل حكاية عن يوسف عليه السلام لما كان في السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ من هو أفضل؟ من هو أحسن؟ التوحيد، تعبد الخالق الرازق وحده لا شريك له المحيي المميت، أم تعبد الأصنام والأوثان وغيرها؟ من هو أفضل؟ ما هو الحسن؟ التوحيد. إن يريدني الرحمن بضرين لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، في آية ياسين. وما لي لا أعبد الذي فطرني خلقني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين. الشرك هو الضلال المبين، والتوحيد هو الحق المبين كذلك. فالأديان الأخرى كلها أو جلها أديان شركية، سواء النصرانية ولا غيرها من الأديان. فالإسلام لماذا هو حق؟ من بين الأمور الجميلة، والإسلام كله جميل، كله حسن، بل أحسن، مش فقط حسن، بلغ من الحسن مداه وغايته التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو الناس إلى نفسه هو، إليه هو، يدعو إلى الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وحتى لما قالوا له في الحديث ما شاء الله وشئت، لم يرضى بها صلى الله عليه وسلم. قالوا أجعلتني لله ندا؟ ما تقولش ما شاء الله وشئت، تقول ما شاء الله وحده. فالتوحيد هو أعلى المحاسن في العقيدة. وكذلك هنا يظهر كذلك ضلال الملحدين الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، كيف ينكرون خالق السماوات، خالق الأرض، خالق الكواكب، خالق الشمس والقمر والفصول والبحار والجبال وهذه المخلوقات. هذه كل ما تنظر في مخلوق من المخلوقات تقول سبحان الله. انظر فقط النحل مثلا في تنظيمهم وفي حياتهم، يعني يستحيل هذا النظام أن يكون عبثا ولا من غير خالق عالم حكيم خبير. فأن تنكر وجود الله فهذا غاية القبح. الأمر الثاني من محاسن العقيدة الإسلامية كمال الله في أسمائه وصفاته. إحنا عندنا المسلمين الله عز وجل له صفات الجلال والكمال، له الأسماء الحسنى، له الكمال المطلق، لا نقص فيه عز وجل ولا عيب. والآيات والحديث كثيرة. قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال وهو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام مؤمن مهيمن العزيز جبار متكبر إلى آخر الآيات. وقال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هو بداية النعاس، والنوم النوم. الله عز وجل احنا لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا نظرنا عند النصارى واليهود يقول الله عز وجل، يعني وصف الله عز وجل ووصف أنبياءه عز وجل بأشنع الأوصاف. من بين ما وصف الله عز وجل به أن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض في 6 أيام قالوا هم وتعالى الله عما يقولون، قالوا استراح في اليوم السابع. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من قولهم. لذلك قال الله عز وجل في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، كيف قال؟ وما مسنا من لغوب، من تعب.
لم يتعب الله عز وجل. النصارى واليهود يقولون أن الله عز وجل تعب. الله عز وجل رد عليهم في القرآن: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. يعني هذا القول شنيع، هذا القول يعني يؤذي قلب المسلم. كيف الله عز وجل خالق مدبر للكون يتعب؟ فانظر صفة الله عز وجل في الإسلام: الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وما مسنا من لغوب. وانظر صفته عند اليهود والنصارى وغير هذا، على هذه على جهة التمثيل لا الحصر. أما إن أردنا أن نحصر هذا فلابد من حلقات كثيرة. قال الله عز وجل عن شرك النصارى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. كيف الله عز وجل يكون عنده ولد؟ يعني هذا أمر شنيع جدا. وإحنا عندنا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. أين هو الكمال؟ الكمال والمحاسن في الذي لم يلد ولم يولد، أم في الذي ولد وولد؟ محاسن في الذي لم يلد ولم يولد، في من تصمد إليه الخلائق. وقال اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أين هي المحاسن؟ في الذي ينفق أو في الذي غلت يده؟ في الذي ينفق. في الحديث قال النبي سحاء الليل والنهار، يعني يدي الله عز وجل كريمتان تعطيان في الليل والنهار. على كل حال، في الآيات في هذا الجانب كثيرة. في الشاهد أن الله عز وجل عندنا احنا في الإسلام كامل في صفاته وأسمائه عز وجل. وغيرهم الأديان يصفون الله عز وجل بأشنع الأوصاف وأقبح الأسماء. من بين الأسماء التي يسمي بها النصارى الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون عن الخروف، يسميه الله عز وجل الخروف. فشوف انت أسماء الله الحسنى، هما سموه الخروف وله سبع قرون وسبع أعين. يقولون أن من لم يؤمن بالنصرانية سيحاربهم الخروف. فانظر، شوف البشاعة. الخروف وله سبعة قرون وسبعة أعين، شوف البشاعة منظر. وفي الله عز وجل في القرآن: ليس كمثله شيء والسميع البصير ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فانظر الفرق، تعرف أي الأديان هي دين الله عز وجل. الأمر الثالث من الأمور محاسن العقيدة، وهي كثيرة جدا لكن على سبيل التمثيل، وضوح أركان الإيمان. احنا عندنا عقيدتنا واضحة سهلة بينة جدا. وفي الحديث: تؤمن بالله وملائكته. لما سأل جبريل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ سهل، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أمر سهل جدا. أن تؤمن بالخالق، هذا اللي خلق السماوات والأرض، تعبده وحده لا شريك له. هذا الخالق أخبرنا أن له ملائكة خلقها من نور، عادي. خلق السماوات والأرض، نحن نراها السماوات والأرض، نحن نرى هذه الكواكب التي خلقها الله عز وجل، نحن نرى البحار، الجبال، هذه الحيوانات اللي خلقها الله عز وجل. وهو أخبرنا أنه له ملائكة من خلقها من نور، هذا لا يصعب عليه، اللي خلق السماوات والأرض لا يصعب عليه يخلق مخلوقات أخرى، وله رسل اصطفاها واختارهم عز وجل لإرشاد الناس إلى الله عز وجل. فالعقل وحده لا يكفي لتعمل بما أراده الله عز وجل منك.
فلما تقول بعض الاصناف تاع الملحدين يقول لك انا نؤمن باللي كاين خالق بصح ما يؤمن، لكن لا يؤمن بالرسل. تقول له طيب هذا الخالق لماذا خلقك؟ لا يدري. هل هناك حياه بعد الموت؟ لا يدري، لان هذه جاءت على جهه الخبر. طيب ما الذي اراده منك؟ هل السرقه امر حسن ام قبيح؟ هل لا يدري. لماذا لا يدري؟ لانه رفض الرسل والكتب التي تخبرنا عن الله، ما الذي اراد الله عز وجل منا. وفي الايه قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء ارسلهم الله عز وجل واقام على ارسالهم البراهين والايات. كل الانبياء والرسل جاءوا بالايات والبراهين اللي الناس الان يسمونها المعجزات. وفي الايات يعني في القران وفي السنه هذه الكلمه الكلمه معجزه غير موجوده. هذه الكلمه معجزه غير موجوده، موجوده الايه والبرهان. فارسل معهم الايات كي يؤمن الناس، كي يعلموا ان هؤلاء رسل من عند الله حقا وصدقا، وان نؤمن باليوم الاخر. يعني الان هذا الظلمه والجبابره، هذا هتلر، هذا وستالين وغيرهم وفرعون وغيرهم الذين طغوا وبغوا، يعني لن يحاسبهم الله عز وجل، غير ممكن. هذا عقلا غير ممكن، عقلا غير ممكن. فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فما هو الدين الافضل ولا الأحسن، الذي يؤمن بيوم القيامة أم الذي لا يؤمن بيوم القيامة؟ واضح، يؤمن بيوم القيامة. والقدر خيره وشره، القدر أن الله عز وجل عالم ما سيكون. الذي خلقك يعلم ما ستقوم به، هذا هو القدر، فكتبه عنده. ولا وهذا ليس صعبا أن يكتبه الله عز وجل عنده، وليس صعبا أن يعلم الله عز وجل ما سيقوم به عبده. إذا ضربنا مثالا للتوضيح، ولله المثل الأعلى، أستاذ في الثانوية ربما، ولا في الابتدائي، ولا في المتوسط، يدرس طلبته سنتين أو ثلاث، يقول فلان وفلان سيتحصل على البكالوريا، فلان وفلان لن يتحصل على البكالوريا، وتجد يعني نتيجته صواب في الغالب، لأنه سار معهم سنتين ثلاث، وفي الابتدائي ربما أكثر 5 سنوات. أليس الله عز وجل أعلم؟ أليس الله عز وجل أعلم بهؤلاء بهذا الأستاذ؟ أعلم. فكيف نستبعد حكم الله عز وجل؟ يعني بعض الناس يعني الذين لا يؤمنون بالقدر يستبعد حكم الله عز وجل الأزلي، ولا يستبعد هذا حكم الأستاذ أو غيره. هذا فقط على جهة التقريب، فقط لكي نفهم هذه المسألة. فالشاهد من بين محاسن الإسلام، أن محاسن الإسلام في العقيدة، العقيدة سهلة واضحة، والآيات الدالة على هذا العقيدة آيات كثيرة. انظر كم من آية، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شحال من آية. كم من آية ذكرت الملائكة، كم من آية ذكرت الرسل، كم من آية ذكرت الكتب، كم من آية ذكرت اليوم الآخر، آيات كثيرة. إذا نظرنا إلى عقيدة النصارى مثلا، ما هي النصرانية باختصار في جملتين أو ثلاث جمل، ما هي النصرانية؟ النصرانية، ولما تسأل أنت أحد النصارى ما هي النصرانية، لن يجيبك بما سأقول لك. وكذا النصرانية، إحنا عندنا دين محبة. طيب أنا أخبرني ما هي النصرانية، ثم أنا سأرى هل هي محبة أم غير محبة. هما عندهم هذه الكلمة الله محبة مذكورة مرة واحدة في كتبهم المحرفة، لكن عقيدتهم أركان إيمانهم أن الله عز وجل لما خلق آدم نهاه أن يأكل من الشجرة، ثم آدم أكل منها. طيب حتى الآن
ما كانش إشكال لحد الآن. إشكال أين هو؟ عندهم أن الله عز وجل لما أكل آدم الله عز وجل حار وحاشاه عز وجل، وهو العليم الخبير الحكيم العدل. هل يعذب آدم بعدله أم يغفر له بمغفرته؟ وإحنا عندنا زول لا يحار الله عز وجل. فبعد مدة اهتدى، استغفر الله، هذا قولهم يعني، إلى حل لهذا المشكل. وشنو هو الحل؟ أن يخرج آدم وحواء من الجنة، ثم بعد ذلك يرسل إليهما ولده أو يرسل نفسه، ولما يرسله يعذب هذا المرسل هذا عيسى عندهم عيسى عليه السلام، يعذب ويصلبوه ونزعوا منه ثيابه وبصقوا عليه وضربوه وعروه وألبسوه تاجا من شوك، ثم يقتلونه على الصليب. على هذه قال الحكاية هذه قال لماذا كل هذا؟ ليغفر للناس ما ورثوه من خطيئة أبيهم آدم، مش ليغفر لآدم، لا، ليغفر للناس ما ورثوه من خطيئة آدم. أنت لما يذكر لك النصرانية بهذه الطريقة هذه ترى هذه الحق، هذه دين حق، لكن هو لا يفعل هذا. الذي يأتي لتنصيرك لن يقول لك الله محبة، احنا عندنا أحبوا أعداءكم. طيب أنتم تحبون أعداءكم؟ يعني من الذي جاء بالفرنسيين الجزائر استعمرنا 130 سنة؟ محبة حبيتونا؟ هذا كمثال من مئات ومن آلاف الأمثلة. فالعقيدة النصرانية عقيدة بشعة من أولها إلى آخرها، ليست عقيدة جميلة، عقيدة غامضة ليست عقيدة واضحة. والنصوص في كتابهم على هذا قليلة جدا وزيد. يعني لو تقارن فقط بين هذه الأمور، إحنا الله عز وجل إحنا في ديننا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إحنا عندنا الله عز وجل يقول ولا تزر وزرة وزر أخرى، يعني كل واحد يعذب بعذاب بأفعاله السيئة، لا يؤخذ أحد بذنب أحد. ما هو الأفضل؟ ما هو الدين الحسن؟ ما هو دين الله؟ أن يعاقب الناس على ذنوبهم فقط، أم يعاقبهم على ذنوب آبائهم؟ يعني شحال كم من جد بينك وبين آدم عليه السلام؟ آلاف، ربما آلاف، مئات بلا شك مئات. فعندهم أحيانا يقول لك يعني حايب ربي يغفر لك، وش يغفر لي ربي؟ الخطيئة اللي ورثتها من آدم ولا لا؟ لا طيب احنا نورثوا دراهم، يعني انسان توفي رحمه الله ترك مالا، احنا نرث هذا المال، نرث الدار، نرث، لا نرث ذنب ابائنا. لو انسان تقدر يمكن ان تجد انسانا صالحا وابوه ربما عاصي وسكير ربما، طيب هذا طيب وابوه على غير ذلك، لماذا اعاقب الابن لما فعل ابوه؟ هذا ابوه من صلبه، يعني باباه، فما بالك بآدم عليه السلام؟ طيب لماذا لم يرسل الله عز وجل ابنه في ذلك الوقت لما اكل ادم من الشجره مباشره؟ طيب وننهي لماذا ينتظر الاف السنين؟ المهم يعني قصه يعني واسعه جدا. واذا يعني هذا بشاعه النصرانيه، اذا نظرنا الى الالحاد فهو ابشع من هذا، ان ينكر وجود الله، ينكر الخالق، ينكر الرازق، ينكر المحيي المميت الحكيم الخبير اللطيف. فالإلحاد أبشع من هذا. الجانب الثاني، الآن احنا تكلمنا على محاسن العقيدة، الآن نتكلم إن شاء الله على محاسن الشريعة الإسلامية، ونقسمها على أبواب الفقه. يعني أي واحد درس شيئا من الفقه، كتاب من كتب الفقه، سواء الفقه المالكي ولا غيره من
من كتب الفقه لابد أن يطلع على الأبواب الفقهية، ونحن سنذكر إن شاء الله بعض محاسن الأبواب الفقهية. فالباب الأول في كتب الفقه ما هو باب الأول؟ قبل طيب العبادات، والباب الأول من العبادات طهارة، بارك الله فيكم. الطهارة، الطهارة وحدها للأسف فقط من المحاسن، طهارة، النظافة، النزاهة. الإسلام هذا يأمرك أن تتوضأ 5 مرات في اليوم، 5 مرات في الصبح، في الظهر، في العصر، في المغرب، العشاء. أمر جميل ولا لا؟ جميل. يأمرك على الأقل أن تغتسل مرة في الأسبوع على الأقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والأحاديث كثيرة في هذا. هذا الدين يأمرك أو ينهاك، عفوا، ينهاك عن تلويث الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. حرام عندنا في الدين أن توسخ أو تلوث الماء. هذا الدين الذي ينهاك عن تلويث المياه، هذا دين حسن أم لا؟ نتكلم عن الغسل، طهارة البدن، ثيابك، طهر ثياب وثيابك فطهر على أحد تفسيرات. يأمرك بستر العورة. كذلك في الحديث، حديث عذاب القبر: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما قال: كان لا يستنزه من البول، يعني لا ينظف، لا يطهر نفسه من البول. في الإسلام يأمر بالتطهير، تطهير البدن والابتعاد عن النجاسات. هذا الإسلام. وباب الطهارة، يعني الإسلام كله حسن، لكن الطهارة هذه كذلك من أفضل ما يظهر للناس الحسن. إذا نظرنا إلى عقيدة النصارى، كانوا يتعبدون الله بترك الطهارة. هذه الملكة إيزابيلا، هذه التي حاربت المسلمين في الأندلس، اغتسلت 2 مرات في حياتها، في حياتها كامل 2 مرات. هذه ملكة. الناس كم من مرة اغتسل؟ 2 مرات، مش مرات في حياتها، مش في أسبوع. وعاك تشوف حنا في الحر هذا، حين الإنسان يغتسل 2-3 مرات في اليوم، هي 2 مرات في حياتها. انظر أنت دين النظافة، لما دخلوا الغرناطة والقرطبة، 100 الحمامات بناها المسلمون، 100 الحمامات، فهدموا الكثير منها لأنهم لا يحبون النظافة. يتقربون إلى الله بالوسخ. يعني لما تسمع قول الكثير منهم من رهبانهم، قلت فلان يغتسل 1 مرة في حياته، فلان لم يغتسل ولا مرة في حياته. هذه عندهم، هذه فضائل عندهم، هذا فضيلة. على كل حال الأمر، يعني على كل حال أمر مقرفة، لكن هذا واقع. بعد الطهارة وش عندنا؟ بعد الطهارة الصلاة، بارك الله فيك. الصلاة من محاسن الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا واقع. الذي يحافظ على الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ستنهاه صلاته، هذه بلا شك. الأمر الثاني ذكر الله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذه كذلك من محاسن الصلاة، ذكر الله الخالق الرازق الذي خلقك ورزقك وأحياك وعلمك. من محاسن الصلاة تنظيم الوقت: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فرض 5 صلوات بأوقاتها: الصبح، ثم الظهر في الزوال، ثم العصر لما يصير ظل كل شيء مثله، ثم المغرب لما تغرب الشمس، ثم العشاء لما يغرب الشفق. نظام. فأنت لا تصلي متى شئت وكيف ما شئت، لا لا، هناك وقت، تحافظ على الوقت. كذلك ستعلمك الصلاة المحافظة على واجباتك اليومية. كل شيء له وقت.
من بين محاسن الصلاة أن يلتقي المسلمون في المسجد 5 مرات في اليوم. في الحديث حديث عبد الله بن عمر كنا إذا افتقدنا الرجل في المسجد أسأنا به الظن، يعني ربما مرض. هذا لماذا لم يأتي إلى صلاة الجماعة؟ رأيته على الفجر ولم يأتي على الظهر مثلا، جاء البارحة على العشاء ولم يأتي اليوم على الفجر، ربما مرض ربما مات فيسأل عنه. لو لم يكن هذه صلاة الجماعة والتقاء المسلمين واصطفافهم في الصف الواحد، استووا اعتدلوا لينوا بين يدي إخوانكم، قدم بجانب القدم والكتف بجانب الكتف ليستوي الصف، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. استواء المسلمين في الصف هذا دليل على اتفاقهم، اتفاق رؤيتهم ومنهجهم وعقيدتهم إلى غير ذلك. في حين نرى الكثير من الناس في هذا الوقت الحاضر في أوروبا يموت ولا يعرف حتى أولادهم أن الوالد والديهم توفوا، حتى إلى أن يشم الجيران رائحة الميت نسأل الله العافية، أسبوع 10 أيام. لو كانوا يصلون في المسجد صلاة 2 سنين لم يأتي تسأل عنه. هذا نحن لا نتكلم الآن عن بر الوالدين وعن أحكام الجوار، نتكلم عن الصلاة فقط. أما لا عذر للذي توفي ولم يسمع به أحد، توفي 7 أيام وعشرة أيام حتى أحسوا بموته، نسأل الله السلامة والعافية. بعد الصلاة الزكاة، بارك الله فيك. الزكاة من بين محاسن الزكاة تداول المال، قال الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون المال هذا عند الأغنياء فقط. ففي الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، مرهم أن الله يعني بعد أن يوحدوا الله مرهم بالصلاة، ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم. هذا المال لا يبقى دائما عند الغني، فيعطى نصيبا فيعطي نصيبا للفقير، تداول المال. المحاسن من بين المحاسن كذلك مواساة الفقراء، تواسي الفقير وتعينه وتحس به، هذه كذلك من بين الأمور. كذلك تطهير النفس من الشح والبخل، الشح والبخل. والله عز وجل قال في الآية ويمنعون الماعون، يعني صفة المنافق، لا حتى الماعون حتى لو طلبت منه مطرقة أو يعني الأمور التي يستعيرها الناس التي ربما ليس لها قيمة يمنعها. أما المسلم فيؤتي ماله، ينفق ماله بالليل والنهار سرا وعلانية. في الزكاة تربي المسلمة على العطاء والبذل وعلى عدم الشح والبخل. ومن كذلك من محاسن الزكاة شكر الله على الرزق وعلى النعم، ربي أكرمك أغناك، فشكر نعمة المال هو إنفاقها، إنفاقه على الفقراء والمساكين. يعني المحاسن هي أكثر من ذلك، لكن يعني نشير إلى بعضها. بعد الزكاة الصيام، الحكمة الأولى للصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كمل لعلكم تتقون، تقوى الله. وهذا ظاهر الصيام إذا كان بشروطه وأركانه فهو يعين على تقوى الله، والأحاديث في ذلك كثيرة. بعد تقوى الله الإحساس بالفقراء الذين لا يجدون ما يأكلون، لا يجدون ما يسدون به رمق الجوع، تحس به من الفجر إلى المغرب. ولو كان عندك الملايير لن تأكل شيئا ولن
فشرب شيئا. منها كذلك تزكية النفس. فالصيام يربي مدرسة، الصيام مدرسة لتربية النفس. من محاسن الصيام تعلم الصبر، تتعلم الصبر. أنت تركت ما كان في الأصل مباحا، يعني الأكل والشرب هذا في الأصل مباح، أنت تركته طاعة لله في نهار رمضان، فيسهل عليك بعد ذلك أن تترك الحرام. فأنت إذا بلغت هذه الدرجة من ترك ما كان مباحا في الأصل في نهار رمضان، فيسهل عليك أن تترك المحرم أصلا. ومن محاسن الصيام ترويض النفس عن الابتهاد على المحرمات، وهي كذلك حتى من ناحية طبية هي حمية للرجيم، حمية للجسم، فيه فائدة، حتى الجسم يرتاح، حتى المعدة هذه ترتاح. بعد الصيام الحج، كذلك فيه ذكر الله عز وجل، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وفيه كذلك الصبر على المشاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: أجرك على قدر مشقتك ونصابك. فالحج فيه مشقة وفيه نصب، والصبر عليه فيه أجر عظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. إن فيه مشقة، فيه متاعب، تترك أهلك وأبنائك وتسافر ربما مسافات بعيدة جدا ولا تدري هل تعود أم لا، في الطريق قطع طرق إلى غير ذلك، طاعة لله، تلبية لنداء إبراهيم: وأذن للناس في الحج يأتوك رجالا. ومنها كذلك الاقتداء بالأنبياء، حديث كثيرة معروف، يعني قصة إبراهيم عليه السلام، إسماعيل، وفي الحديث أن جميع الأنبياء حجوا، وفي حديث آخر لما حج النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما مر على في بعض الأماكن التي مر منها الأنبياء فيقول: كأني بأخي موسى كذا، وكأني بداود عليه السلام في المكان الفلاني يقوم بكذا أو يصعد كذا أو ينزل كذا. فالأنبياء كلهم حجوا. من محاسن الحج كذلك التجرد والإخلاص لله لترك المباحات كذلك. فالحج لا تلبسوا المخيط في إحرام، يعني أثناء الإحرام، ولا تتعطر، هذا الريح العطر تتركه لله، ولا تقلم أظافرك ولا تأخذ من شعرك لله، تجرد العبادة والإخلاص لله عز وجل، وهذا كذلك سيعينك على ترك المحرمات. وكذلك من محاسن الحج التقاء المسلمين من كافة العالم، فترى الصيني والهندي والياباني والنيجيري والأمريكي والفلبيني والأوروبي وغير ذلك والأسترالي، كلهم في صعيد عرفة. سبحان الله، من الذي جمعهم؟ من الذي أتى بهم؟ وتتذكر كذلك يوم القيامة لما يؤتى بالناس جميعا من أولهم إلى آخرهم على صعيد واحد في عرصات يوم القيامة، تتذكر كذلك يوم القيامة وترى سبحان الله من كل فج عميق. بعد الحج، يعني هناك هذا باب الأسرة ولا باب فقه الزواج وما بعدها، كذلك الله عز وجل خلق المخلوقات: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فخلق الذكر والأنثى ولم يتركنا هملا كالحيوانات، فنظم الله عز وجل العلاقة بين الرجل والمرأة أو بين الذكر والأنثى. إحنا عندنا الزواج بشروطه وأركانه، والمرأة معززة مكرمة لها حقوقها، فهذا من المحاسن تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. في الآية الأخرى قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. كذلك حفظ الأنساب، لما يكون الزواج نعرف فلان من أبوه،
إذا لم يكن هناك زواج وكل بهائم سأل الله مثل الذين كفروا ليس لهم الزواج وليس لهم حرمة لهذا الزواج وتكثر فيهم الخيانة سأل الله السلام والعافية. فتصور أنت في أمريكا لهم حصة اسمها Who is father؟ من هو الأب؟ فيأتون ويديروا يعني التحاليل من لا يعرف من أباه سأل الله السلامة والعافية. أحيانا يأتون 30 40 50 شخص في التحاليل كلهم لا يعرف أباه سأل الله العافية. انظر بشاعة الكفر. من بين الأمور تكثير النسل، قال الله عز وجل بث منهما رجالا كثيرا ونساء. من بين الأمور كذلك تعلم المسؤوليات، فأنت قال الله عز وجل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة في بيت زوجها. كذلك حفظ حقوق المرأة من مهر ومعاشرة بالمعروف وإنفاق عليها. تصور هذا الإسلام الذي يريد أعداء الله عز وجل تشويه صورته، حفظ حقوق المرأة حتى بعد الطلاق. الرجل الآن لم يتفق مع هذه المرأة، خلاص لم يتفق فطلقها، يجب عليه أن ينفق عليها ويسكنها خلال عدتها. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذه في العدة، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. طيب في العدة الآن هذا المرأة المطلقة تصور لو كانت حامل، ما الذي يجب على هذا الزوج الذي طلقها؟ وإن كنا أولات حملين فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. أنت هذه المرأة التي طلقتها تحمل في بطنها ابنك أو بنتك، فيجب عليك وجوبا أن تنفق عليها، تخلصها، طلقتها، انتهت العدة، تنفق عليها حتى تضع الحمل. يمكن إنسان يقول طيب حتى هذا اللي في كرشها وليدها هو ابنها أو بنتها، لماذا أنفق عليها؟ تنفق، أنت المسؤول، أن تكلفك الله عز وجل بالإنفاق على أبنائك حتى الجنين. عندنا له حقوق الإنسان في الإسلام، حتى الجنين إنسان. الكفر يعني الغرب هذا الكافر ليس عندهم حق الجنين. المرأة تسقط جنينها متى شاءت، في بعض الدول حتى بعد الولادة أسبوع، أحيانا أكثر من أسبوع يمكن أن يقتل الأب والأم، أن يأمر بقتل هذا الجنين لا يريده. إحنا الجنين هذا حافظ الله عز وجل حقوقه، تنفق إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب رأي وضعت الحمل، ماذا يأتي بعد الوضع؟ الرضاع. الآن هذه المرأة ترضع ولدها، لكنك لما طلقتها وش يقول الله عز وجل؟ وإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، تدفع لها المال بأنها ترضع ولدها وولدك، لأنك أنت المسؤول على هذا الطفل. يعني انظر هذا الجمال، انظر هذا الجمال. بعد الطلاق العدة، كذلك استبراء الرحم وفي حكم أخرى، ثم بعد ذلك المهم كان توابع الزواج، هذا توابع الزواج، الحضانة، من الأولى بها، الأم ثم الجدة ثم الخالة ثم كذا. بعد الزواج هذا وتوابعه، لا أدري لكن شارجر شيخ، شارجر شوف لي ما يجازي. عندنا البيوع، مش حد بقي لها إن شاء الله كذا شيخ، نص 12 20. طيب البيوع كذلك من محاسن هذا الدين، أن الله عز وجل شرع البيوع، قال الله عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا، لتداول المال كذلك.
اليوم هذا المال مش فقط الدراهم، هذا فقط المال، هذه السيارة مال اليوم عندك ثم تبيعها تصير إلى غيرك وهكذا. في البيت حاجية الناس، إنسان يحتاج وله القمح ويحتاج الخضر، فيبيع القمح ليشتري الخضر أو يبدل القمح بالخضر مثلا. والشريعة الإسلامية كذلك لن تترك هذه العملية، هذا عملية تداول المال لم تتركها دون شروط ودون قيود. شرطت بعض الشروط، منها الرضا بين طرفين، أنت لا تحتم علي أن أبيعك أو أن أشتري منك شيئا. الشرط الأول الرضا، الشرط الثاني العلم، أنا يجب علي أن أعلم ماذا اشتريت وماذا بعت. من البيوع التي كانت في الجاهلية بيع المنابذة وبيع الملامسة وبيع الحاصات وبيع حبل الحبالة. يعني تصور الجاهلية هذه الجهلة يقول له بيعني الناقة التي ستلدها الناقة هذه، يعني سيشتري ما ستلد الناقة التي ستلدها هذه، حبل الحبالة يعني ابن الناقة هذه، ولا يدري هل ستعيش ولا ستلد، لم يرى أمها فضلا عن أن يراها هي. شوف الجهل، شوف الجاهلية. وبيع الحصات، من بين الصور بيع الحصات، يأخذ حصات يقول له مثلا أبيع لك قطعة تراب، مثلا قطعة أرض، أعطيني مثلا 100 مليون وأين بلغت الحصة ستأخذه، يمكن أن تسقط عند 10 سنتيمتر ويمكن أن تصل. هذا لا يجوز، غير معلوم، وذلك يعني فيه جهالة. كذلك احنا يعني مثل الشعبي احنا عندنا نقول الحوت في البحر ولا الطير في السماء، هذا كذلك حرام، فيه جهالة وفيه غرض. كذلك معرفة الشروط. فالشريعة الإسلامية لكمالها وحسنها وبهائها وجمالها أحلت البيع وحرمت هذه المظاهر الظلم، الجهالة والغرر والربا. أقرضك 1,000,000 وترد لي 1,200,000 أو 1,100,000 مليون زيادة دي ربا، لماذا أنا أعطيك أكثر مما أقرض الثاني؟ فهذه محاسن البيوع، وفيها أكثر من هذا. على كل حال عندنا كذلك الحدود والجنايات، هذه من المحاسن. بعض الناس يطعن في الإسلام لأن فيه الحدود والجنايات هذه، والحقيقة هذا الذي يمعن النظر وينظر جيدا يرى أن هذا من المحاسن. فالسرقة موجودة، فما هو الأفضل؟ أن تشرع عقوبة لتردع وتزجر السارقين، أم تتركهم هكذا يسرق 1,000,000,000 يقعد في السجن سنة ثم يخرج؟ كثير من الناس مستعد أن يسرق أكثر من ذلك. القتل، ولكم في القصاص حياة. هذا الله عز وجل الذي خلقنا وخلق البشر جميعا ويعرف طبيعتنا وتفكيرنا وفطرتنا، هو الذي شرع هذه الحدود. يقول الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذا الذي خلق لا يعلم ما يصلح دنيا الناس، يعلم، والخالق هو يعلم. فتجد الإنسان يقتل 10-20 من الناس ويدخل السجن 20 سنة ويخرج، يزيد يقتل يدخل السجن 20 سنة 15 ويخرج. كل تشريعات الدنيا من غير شرع الله عز وجل ليس فيها الردع الواجب. انظر كم تشريعات السرقة، الناس تسرق صباح مساء ليل نهار، لكن لو طبق شرع الله عز وجل. ولما نقول الذي يسرق تقطع يده، ليس هكذا فقط، له شروط كذلك، مش فقط تسرق تقطع يدك كما يروج له
أعداء الله عز وجل، لها شروط، النصاب، ما الذي سرق، كيف سرق، فيها شروط. وكذلك الذي يزني، الناس قلت الناس لا يعرفون آباءهم، لم يعرفوا آباء، ربما نسأل الله العافية سيتزوج بأختها ربما من الزنا، لا يعرف. الحرابة الذي يقطع الطريق بالسكاكين وبالسلاح وبغير ذلك، أليس الأفضل أن يكون شرع يزجر هؤلاء المحاربين كي يبقى الناس في أمن وآمان؟ أي نعمة تعديل نعمة الأمن؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثم في الآية الأخرى قال ويتخطف الناس من حولهم. فالله عز وجل ذكر قريشا بنعمة الأمن التي رزقهم إياها، وفي الآية في سورة 7 إلى غير ذلك. فالحدود هذه حد السرقة وحد الزنا وحد القذف في المحصنة وحد السكر في الخمر وحد الردة وحد هذه كلها لردع الناس. هذه الحدود، هذه حدود الله، وكلها جاءت لحفظ هذه الضروريات الخمس التي يتكلم عليها علماء المقاصد: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، وحفظ المال. بعد الحدود والجنايات وأبواب أخرى عندنا الميراث كذلك، من بين الميراث محاسن الميراث تداول المال كذلك. المال هذا لا يبقى عند واحد فقط، توفي ترثه زوجته، أبناؤه، بناته، أبوه، أمه، إخوته، أخواته إلى غير ذلك. ومن بين محاسن الميراث عندنا في الدين، الدين الإسلامي، إعطاء كل ذي حق حقه. كل واحد أعطاه الله عز وجل العليم الخبير حقه. الأب كم يرث، الإبن كم يرث، الزوجة، الزوج، الجد، الجدة، الإخوة، الإخوة الأشقاء، إخوة لأب، إخوة لأم، ابن العم، ابن عم الشقيق، ابن عم لأب، ابن الأخ، ابن الإبن، كلهم لهم فرض أو حد في كتاب الله. وحتى هذا الذي يركز فيه في هذه المسألة هو من أدلة، هذا إعجاز يعني بتعبير الناس الآن، من صور الإعجاز هذا الميراث. تصور أنت 4 آيات وتقريبا 3 أحاديث، المسلمون يقسمون ميراثهم منذ 1400 سنة، 4 آيات و3 أحاديث ومسألة ولا مسألتين مجمع عليها، وتشريعات الدنيا كلها التي لا تعتمد على الشرع، شرع الله، منها من لا يتطرق إلى هذه المسألة، قال دبروا راسكم. طيب الآن توفي هذا الرجل هذه المرأة وترك مالا، كيف سنقسمه؟ صور أنت فرنسا هذه التي تدعي الحضارة والرقي والعلم، لو يتوفى الرجل ويترك زوجته وأبناءه وأمه، المال يقسم مناصفة بين الزوجة والأبناء والأم، هذه أمه، أمه التي ربته وتعبت عليه، لا تأخذ فلسا. هذه الجاهلية. احنا في الشرع الأم لها نصيب. احنا عندنا هناك 6 أشخاص دائما يرثون، هو الأب والأم، الزوج والزوجة، الابن والبنت، دائما يرثون. البقية على حسب الحال، الجد أحيانا يرث أحيانا لا يرث، الأخ أحيانا يرث أحيانا، على حسب. فما هذا القانون الذي يحرم الأم من الميراث؟ وكيف يعني الآن احنا نتكلم على قوانين تاع 2023 وعلى شرع الله اللي عنده 1400 سنة، انظر كيف فاق الشرع الذي له 1400 سنة القانون الذي هو الآن ساري المفعول الآن، كي تعلم حقيقة قوله تعالى ألا يعلم من خلق؟ يعلم.
في آيات الميراث أكثرها ينتهي والله عليم حكيم. عليم. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، والله عليم حكيم. وكان الله عليما حكيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ يبين الله لكم أن تضلوا. هذه آيات الميراث جاءت للبيان كي لا تضلوا. يبين الله لكم أن تضلوا، الله بكل شيء عليم. انظر الجهل في هذا العصر، حتى صار في الكثير من البلدان الغربية قبل أن يتوفى الرجل يكون من المرأة تكون من الأغنياء يكتب ماله جميعا لكلبه أو قطه أكرمكم الله، ويترك أباه وأمه وإخوته وزوجته وأبناءه عالة يتكففوا. هذو عند بعض الناس متحضرين. احنا عندنا في الشرع احنا عندنا الوصية، ان تكتب بوصية لشخص ما وفي الاصل لا يعرف، يعني مثلا صديق مثلا قال تتأخذ وصية، اذا مت انا تأخذ نصيب. الحديث سعد بن مالك سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل كان مريضا وخشي على نفسه ان يموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اريد ان اوصي بجميع مالي، حبي يدير وصيه لكل المال تاعو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. لماذا؟ قال له صلى الله عليه وسلم لان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. وكانت له بنت، الورثة تاعك هذو زوجتك وبنتك وابنك باباك يمك خليهم عندهم دراهم، المال هذا لماذا تعطيه جميعا؟ لا، قالوا النصف، قالوا لا، قالوا الثلث، قالوا الثلث يعني معلش لا بأس، والثلث كثير. فاحنا عندنا الوصية لغير الوارثة أقصى ما يمكن أن تعطيه الثلث، ثلث مالك. هما يعطون جميع المال أكرمكم الله لكلابهم وخنازيرهم وقططهم إلى غير ذلك. انظر أين هي الحضارة، أين هو الرقي، أين هو الحسن والبهاء والجمال في الشرع في الإسلام أم في الجاهلية؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما؟ لا يوجد، لا يوجد. نختم بالجانب الثالث. قلنا احنا محاسن العقيدة ومحاسن العبادات، عفوا محاسن الشريعات اللي هي الفقه، والآن محاسن الأخلاق. والأخلاق الإسلامية معروفة جدا، وهي حسنها ظاهر جلي. أنا أحيل إلى كتاب اسمه كتاب نظرة الناعين، هذا اسمه كتاب نظرة الناعين، في 12 مجلد ذكروا فيه 200 خلق حسن حث عليه الإسلام، 200 كتاب مطبوع موجود في دي كتاب نظرة، كتاب نظرة الناعين في 12 مجلد وموبوء بألف بائيا، ألف الابتهال، الاتباع، الاجتماع، الاحتساب، الإحسان، الإخاء، الإخبات، الإخلاص، الأدب، الإرشاد، الاستئذان، الاستخارة، الاستعاذة، الاستعانة، الاستغاثة، الاستغفار، الاستقامة، الإسلام، الأسوة الحسنة، الإصلاح، الاعتبار، الاعتذار، الاعتراف بالفضل، الاعتصام، الإغاثة، إفشاء السلام، إقامة الشهادة، أكل الطيبات، الألفة، الأمانة، ثم با كذلك بر الوالدين، البشارة، البشاشة، البصائر، وهكذا ألف بائيا من ألف إلى ياء الأخلاق الحسنة. وكل خلق بأدلته من الكتاب والسنة. ثم يذكر لك أقوال العلماء، ثم يذكر لك
المثال التطبيقي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك الخلق، كيف امتثل النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقيا ذلك الخلق. ميتين، ائتني بدين فيه ميتين خلق حسن حث عليه بأدلة تفصيلية، وفي المقابل كذلك ذكر 160 خلق سيء نهى عنه الإسلام، كلها مبوبة من الألف إلى الياء. فهذا الذي يعني أردت قوله، لا أدري إذا فيه سؤال ولا الوقت يداهمنا، إذا كان عنده سؤال تفضل. شيخ عمر لبس الوقت، الوقت إذا فيه سؤال تفضل، وإلا نختم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.